رائد محمد غفير رئيس مركز شرطة مدينة جانب. رائد فضيل رئيس قسم مرور. رائد أنيس العلم الداخلي وحاد. نقيب أحمد برما مصباح تحقيق. نقيب أحمر رئيس حرسات. المول صالح رئيس دوريات أمنية ودينية. خرجين جد لازم أول عبد الله عامل دريبة لازم ناصر رئيس غرفة الاتصالات رئيس وحدة التحديات فناء رجال الأمن فيها لكن لقلة الإمكانيات ولعدم توفر إمكانيات العمل أن هذه المنطقة راهي ثغر من ثغور الوطن العظيم التي يجب أن يحافظ عليها ويهتم بها ويجب أن تصرف كل ينبغي هذه المناطق أن تقف على احتياجاتها وأن تلبى على الأقل في الجزء الحد الأدنى منها. الشرعية راهي مسالك للتهريب راهي عبرها يتم تهريب السموم الخطيرة التي وجودكم على الأقل نقول في الناس هي جد وبحث تدمون لكن تحملكم مسؤولية تاريخية وأخلاقية باعتبار الله فيكم مشكورين جدا. طبعا هذه بداية من استلام الوزارة الداخلية كان لي تركيز على الجنوب بصفة عامة في المناطق الجنوبية وبإذن الله أنا ركزت نبي جيت هذه السنة في ليبيا سيادة ليبيا واستقرارها يتركز بدرجة الأولى على أمن الجنوب في البندقة قال فراج قعيت أود الزكا والله ما رأينا لها خلنا نحكي بصراحة جدا جدا بيدين أوجها مسبح كما مناطق الوحات بالكامل ورحب بسيادة فخامة معالي وزير الداخلية والسادة أعضاء النواب أنجالو ووجدة وحال السيد عضو النواب على مجلس الداخلية السادة مدراء الأمن ووجدة وجالو وشغلاء السادة ضباط صف السيد الأمين وجد أمن البريغة يعني هذا هو سيد شخصي قبل كنا بارك الله فيك رحب بالحضور جميعا السادة حكماء شخرة وحكماء أوجلة وحكماء جالو السادة حضور جميعا عمدات بلديات بلدية أوجلة بلدية جالو الحضور شخرة الحضور معنا جميعا حييكم حيي السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طعم من جوا سيد الوزير هذا مشهور بعجينة وزير الاقتصاد والتفاهم معنا لكن الأمن والخوف هذا شو عجبت سيادة الوزير حقيقة إحنا مدراء أمننا مكفين وموفين وبارك الله فيهم ماشي قدام وشوفهم لكن حسب إمكانياتهم المتاحة لهم سيد الوزير طبعا أنت تعرف مناطق الواحات رفعة شاسعة رغم نحن من هنا لشخرة إلى مصر ومن هنا جالوا إلى السودان هذه رغم أمن الدول كلها ظني تلعب في هذه المنطقة اللي بجنبنا هذا بالإضافة إلى التهريب والحشيش والمخدرات والترامادول وجميع ما يطري فمك موجود في هذه المناطق هذه حقيقة بالإمكانيات المتاحة الآن إلى مدير أمن أوجلة ومدير أمن جالو
هذا مدير امن وجله شخره ومدير امن جاله، هذه يعني زي ما قال لك حاج محمد سبقنا، حتى انتم لما تجوا توزعوا في السيارات وكأن نحن مناطق يعني مهمشه، لكن تعطوهم متشي ويقدروا يجاروا فيها مسكين. هذا كان داخل واحد كان بها، لكن والله المهربين هي دم وجوههم يطلع والله ما يقدر يلاقي، هذاك بيتندل تفير 8 في وهذا في متشي ما يستحوي كذا، مش في هذا يا فندي الا اذا كان ما يهمكمش امن هذه المناطق صراحه. لكن انا متاكد سياده الوزير انه يهمك وقد يكون نتمنى دعم المراكز من خلال المديريات ومرعاة طبيعة الواحات اللي هي صحراوية من خلال آليات اللي تقوم بها الوزارة جيدة، لكن تصبح ممكن الأحياء عندنا قضايا خارج البلديات تحتاج إلى إمكانيات سيارات صحراوية بالإضافة إلى بعض المعدات والنواقص في المكاتب كالحواسيب والطابعات والقنطسية وغيرها. أتمنى لكم التوفيق وبارك الله فيك وشكرا على اللفتة الطيبة زيارة الواحات. شكرا. جيتنا ان شاء الله بالامن والامان، والحقيقه انا بدي اريدك تزور شخره وجالب، قالوا لي اسكت راي يرد منا غادر بيل وصل خلي يعني كيف وشو طريقنا هذا، هي والله مش مسؤوليتك انت اراد الامن تو مسؤول عن الامن، نحكوا على الامن، خلينا من الطرق وخلينا من الميزانيات والله ما شاء الله. سياده الوزير نحن الواحات قاره تحدى من هيك مصر وتحدى من كتشاد، حتى من المقطع شاب دور الحمد لله طريق الدور مفتوح. المديريات انا بصفة عامة احنا نعانوا احنا ويانا سوا سوا. اللي قال كلمنا عباه قلنا له هالمديريات يبقى دعم، عاطيهم سيارات صحراويات ينفع، حتى التيوتا راهي ما عادش تنفع، عاطيهم تندره والله هليكوبتر. لا نرحب بكم في هذا المكان مربط الصالحين مدينة وجلة، من خلالها في كل مناطق الواحات ثلاث الواحات الخالدة جانب وجهة وشطرة، ونحيي قدوم هذا ونستشعر بصراحة لابد أن نكون واضحين، نستشعر بأن هذه المرحلة عصيبة على الليبيين وعلى الوطن، هذا الوطن مشتت حتى الآن على كلمة سواء خرجنا من هذا النفق المظلم الذي نحن فيه، ونقر أيضا أن نتحمل المسؤولية من أي وزير أو وكيل أو رئيس حكومة، هي مغرم وليست مكسب باعتبار أن فترة حساسة ومليئة بالتناقضات ومليئة بالتجاذبات، لكن هذا قدركم تربيت هذه المنطقة طبعا ترسو على مكامن النفط والماء والغاز، لها إمكانيات زاخرة تقف على رصيد وإرث تاريخي واستراتيجي وجغرافي مهم، هي حلقة الوصل بين الشمال والجنوب، وهي أيضا حلقة الوصل بين الليبيين وعمقهم في إفريقيا سواء كان في السودان أو تشاد، بالتالي هذه المنطقة زاخرة بإمكانياتها، عيا أو وعى أهميتها كل القادة الذين حكموا هذه الأرض سواء حتى خلال الاستعمار، هذه الأرض التجأ إليها أحمد الشريف وعمر المختار فاستمد منها القوة والقدرة على مقاومة الاستعمار الإيطالي البغيض، الوضع اللي فيه ليبيا الآن يجعلنا نقفز على كثير من المطالب ونعي حقيقة الواقع. تشرفت هذه المنطقة، لابد أن نضع أمامكم أن هذه المنطقة مهمشة، هو طبعا الوطن الليبي كله مهمش ويحتاج إلى تنمية ويحتاج إلى جهد كبير، لكن هذه المنطقة لما نقول مهمشة باعتبارها هي مصدر وعصب الاقتصاد الليبي، حيث النفط والغاز والمياه الكامل في جوف هذه الأرض التي ترسو عليها هذه الواحات الخالية، وبالتالي هذه الإمكانيات التي يتم استخراجها وضخها وبيعها وتلقي المقابل المادي لها الذي هو عصب الحياة في ليبيا سواء كان مرتبات أو تنمية، نشعر بالتهميش أكثر، لأن إحنا أصحاب مش فضل لكن في السبق يحسب لهذه المناطق. هذا كله كلام نقول فيه وما لقيناش شيء من أي حكومة، كل درنا رسائل ودرنا مخاطبات يا عرب تعالوا شوفوا وطننا يا عرب، للأسف الشديد لو كنا نحن إنتاج البترول هذا قاعد في بقعة استراتيجية أخرى خاضي مناطقنا هنا راهو مغفر البترول، راهو مغفر ياخذوا حقوقه، اعتقد ان احنا نشوف فيها الاعلام يسكر اليوم، مش معقول ان احنا بلديات نحكوا على حكومه بلديات تعطيني 2 مليون و11 الف لك اربع سنوات، اعتقد ان المعاناه اللي نعانوا فيها هذه نحن راهو اهالي مناطق الفحات عم يسمعوا فيها جالي وغوجل وشقرة بمدراء امنها بضباطها بمؤسسات مجتمع مدنيه بمنظمات شبابيه واصلين لمرحله معالي الوزير ان نحن المفروض نديروا كومبليتي شداوه، يعني بالعربي المفروض نسكر.
تسكروا كشوفكم، لان نحن طلبنا بحقوقنا بالطريقه اللي يفترض انها تندار كيف الناس. ما صارش مش معقوله. شفت الطريق انت 250 كيلو، نحن عندنا 6 شركات هون، عندنا زويتين وعندنا الواحه وعندنا مليتا وعندنا سرير اويل كامبني وعندنا الخليج وعندنا الهروج. مش معقوله 250 كيلو اذا كان المؤسسه الوطنيه للنفط اداره التنميه المستدامه قسمت على الشركات النفطيه 50 كيلو 50 كيلو. اعطونا يوم، السنه فيها 360 يوم، اعطونا يوم انتاج البترول، يوم واحد هنا نحن نطلع، اعطونا يوم وخذوا اذا كان اعطيت وحده واثنين ما تحسش فيه. لكن نحن بعد نمشوا كل يوم في امور الطريق، كل يوم نمشوا نزيروا على العرب لنا كل الان حكومه الوحده الوطنيه لها 4-5 سنوات ما شيء في جاله ولا ما درت في الواحات الثلاثه ما درت لنا شيء. متفاهمين ونقولوا هذا انتاجنا وعيب، هذا البترول اللي بين كله، ويفترض ان احنا ما نسكروش، ويفترض لنا نحن المفروض نساهموا في ان الدوله تقوم. لكن احنا واصلين لمرحله مدراء الامن قاعدين هذا نحن نعتبره مناطق حدوديه، نحن الان نعتبره كبر كفر، الكفر يحطوها تشاد والنيجر والسودان، نحن من هنا راهو تمشي من هنا، من بعد شخره تمشي ما حداكش الا مصر. مناطق حدوديه نعاني في الهجره غير شرعيه، نعاني في مشاكل ما يحلم بها الله سبحانه وتعالى، بامكانيات يعطيني شويه والله ما عندي، ما اعطيك، عندي لوجه، عندي شخره، حتى بامكانيات السيارات، حتى احنا جانا وزير العدل ولا ما عندنا السجن، الان هاو يحكي لك هاو الفندي خالد، عندنا في السجون 60 65 70 شخص مفروض انهم يتحولوا للشرطه القضائيه، وعندنا وفي سجن يكونوا فيه، ما عندناش حتى سجن نحطوا فيه البشر. فنحن بارك الله فيك يا سيدي ما نقولش نتبلوا عليك مشاكلنا، ما زال عندنا مذكرات وتو قابلوا في اجتماع مغلق مع بعض وعندنا ما نعقوه به. بارك الله فيك الحمد لله بسلامتك، على الاقل اعطيناك نقطه بسيطه على ما نطقنا وعلى انتاج البترول، على الاقل بتحطنا في عين الاعتبار، والحمد لله بسلامتك يا سيدي وشكرا لاحترامك الكبير. اليوم شرفنا معالي وزير الداخليه للحكومه الليبيه اللواء عصام بوزريبه للحضور المديرية تامن جالو والاجتماع بجميع الأجهزة الأمنية داخل بلدية الواحات، حيث تم مناقشة جميع الإمكانيات والاحتياجات اللي تخص جميع الأجهزة الأمنية من فروع تبع بلدية الواحات. وكما نشكر على هذه الزيارة اللفتة الطيبة لما لها من رفع من روح معنوية لأعضاء مديرية تامن جالو وأعضاء ضباط وضباط صف الشرطة على زيارتها اللي تعتبر استهداف من أول المديريات للواحات. وشكرا. في البداية احنا ركزنا في خطة عملنا على الاهتمام بالجنوب الليبي، لان يعتبر امن الجنوب يمثل امن ليبيا، في حالة استتاب الامن في المنطقة الجنوبية يعتبر امن في منطقة الشمال، و نقدر ما يعانيه الجنوب من قلة الامكانيات المتوفرة لديهم، ان الجنوب يستحق امكانيات افضل واكثر من امكانيات المنطقه الجنوبيه، وذلك نظرا لتوافد الهجره غير الشرعيه، نظرا لتوافد المخدرات، نظرا للعديد من العوامل التي لها دور في الجريمه. ولهذا قمنا بالزياره فيما سبق للجنوب الغربي الليبي، ووقفنا على ارض الواقع مدى احتياجات هذه المديريات والاجهزه الامنيه. واليوم حضرنا لمنطقه جالو وشخره واوجله للنظر لاحتياجاتهم الامنيه، وباذن الله والوقوف عليها، وباذن الله حنكون بدعم هذه المديريات لانها تعاني الكثير من قله الامكانيات، وان شاء الله ربي يوفقنا في عمل ان شاء الله. وزير الداخلية للحكومة الليبية اللواء عصام بوزريبة والوفد المرافق له السيد عضو النواب أستاذ عز الدين عضو النواب دائرة صليتن ومكلف بملف داخلات السفر الذي هذا يدل على شيء، يدل على حرص معالي وزير الداخلية للرفع من المعنويات المديريات. زيارته لنا كانت من زيارات المستهدفة، يعني شرفنا معالي وزير الداخليه بحضوره لنا، رغم قل الامكانيات واللي نعانوا منه وحنحكوا عليه كلنا، لكن زيارته لنا هنا ووصوله عندنا هنا هذا دافع معنوي لضباط وضباط صف واعضاء مديريه امن جالو ومديريه امن وجهه شقره
هذا ندل على شيء يدل على حرصه ومتابعته لوزاره الداخليه، مع انه على فتره قريبه استلم ملف وزاره المرتكبه والجرائم المرتكبه اللي هم ربطوهم وحققوهم في هذه الفتره، يعني يعتبر انجاز كبير مقارنه بمديريات الامن في المناطق الاخرى. للامانه هم قايمين بدورهم على اكمل وجه، يستحقوا وقفه جاده من وزاره الداخليه. كل الاجهزه الامنيه التابعه للوزاره عندها نواقص وتعاني من بعض المشاكل، رغم اليوم كلهم موجودين امامها تسمع منهم بشكل مفصل شنو هي مشاكلها الحقيقيه في هذه المناطق. فلهم كل الشكر والتقدير، ونزيد نرحب بك مره اخرى، نرحب بالسيد النائب عز الدين بوير عضو لجنه الداخليه بمجلس النواب. نزلتم سهلا وحللتم اهلا ونزلتم سهلا، وبارك الله فيكم على تجشبكم معاني الصف معاناه السفر، ان هذه الزياره يتحقق من خلالها عديد او يتحلحل من خلالها عديد من المشاكل اللي تعاني منها هذه المديريات. بارك الله فيك معالي الوزير، وانسنا وشكرا. مرحبا بك معالي الوزير، انست وشرفتنا، احنا رحبنا بك في مديريه امن اوج الاشقراء، الان مرحبوا فيك في مديريه امن جالو وبلديه جالو، الحمد لله بالسلامه. نحن اجتمعنا فيك روح الوطنية بزيارتك للجنوب الغربي الأول، وباهي الحمد لله اللي أنت ولد المؤسسة وابن القطاع وعارف خدمته وعارف معناته. كيف ما قال لك السيد حمد قبلي، بفضل الرجال المخلصين اللي يمارسوا في عملهم بكل احترام وتقدير وبدون إمكانيات. نحن عندنا بصراحة يعني كيف ما قلنا لك، نحن مناطق الواحات الثلاثة مناطق مفتوحه، نعانوا في موضوع التهريب وبقله امكانيات، لدرجه ان سياراتهم سياره ولا اثنين صحراويات يعرف بنتنادر عليهم 160، هم في متشي يمشوا 10 كيلو ويوقفوا. ونعانوا نحن في هجره غير شرعيه وفي معاناه يعني بالله سبحانه وتعالى. نحن عندنا في جهاز مكافحه مخدرات بصراحه جهاز كبير ويلم جالو اوجله وشخره وتزربه مراده، جالو اوجله وشخره وتزربه مراده. الجهاز هذا يقوم باعماله على اكمل وجه وما عندهاش امكانيات بكي. ما عندهاش شيء، حتى سياره واحده ما عندهاش. مقدمين شويه طلبات ومسكوا قضايا، راه قضايا كبار، 34 كيلو جرام من مخدرات الكوكايين والحشيش وقضايا يعلم بها الله سبحانه وتعالى، والان ما عندهمش اي امكانيات. هم مقدمين طلب لسيادتك يبوا شويه امكانيات في من حضرتك، ان شاء الله تدعمهم. بارك الله فيك، شكرا. ما عندي مزيد، انا اتكلم عميد البلديه وانا تلاقيت معك في المكتبه. عندنا طلبات الحق يعني من الله سبحانه وتعالى، كل الاجهزه من المديريه، انا ما بتكلمش على نفسي، المديريه، الاجهزه الامنيه، الهجره، المباحث، الجوده، كلها صفر، ما عندنا شيء. ما عندهم شيء الاجهزه الامنيه بالكامل، والحمد لله انت كيف ما قال السيد حميد ابن المؤسسه تعرف كل شيء. ملتمس حكيت لك انا كل شيء، الروحات بالكامل في مكتبك، ما عندي مزيد والحمد لله. حضورك المديرية أمن الواحات، طبعا بالنسبة لقسم البحث في وزارة الواحات هذا راهو يعتبر شبه ما عندش ولا حتى سيارة باش يمشي بها، ما عندش سيارة عسكرية، ما فيش بكة. جن الحكام الحكومات السابقة وتكلمنا معاهم، تكلمنا مع الأستاذ عبد الله الثنين في هنا، وعدنا بثلاث سيارات وسيارتين، وبعدين ما حصلنا شيء. عند الآن بالنسبة لنا طبعا تم التكلفين حتى إدارة البحث الجوازات بالنسبة لخصوص الشركات، لما شفت الأرض واسعة بشكل غريب بكل، ويكلفوا فينا بالتفتيش على الشركات، والله نمشي بسيارتنا الخاصة. لكن نحن ما نقدرش نقولوا راهو ما نقدرش نمشي، لكن الامكانيات والله صفر على الشمال. نحن جيتك هذه والله جايه مباركه، نشهد بالله ان الناس اللي كلها عرفتنا ان راهو نبوا منا تلتمسنا، يعني اعطينا حتى سياره واحده اقل حاجه باش نتحرك بها. انا نمشي ان نستمروا فيه، ومن هنا العمل انتم تخدموا في مناطقكم وبين اهل القدر. ميزانيه نزلت 50 مليون بتكون على السيارات، لما بنقسمها لكامل ربوع ليبيا راهو يلا كل مديرية مرة تحصل 5 سيارات، ولهذا لازم يكون في تعاون. انت نقصاتك سيارات في جهاز الهجرة، في السيارة، في الجوازات، هنا عندك مديرية الأمن، مديرية الأمن لازم تكون متعاونة معك، باش تقول لي لا هذا تبع جهاز هجرة، لا هذا تبع جوازات، هذا مش عارف يعني كاي، راهو مش حنوصلوا ل الغرض المنشود اللي احنا نعمل على خاطر. بعض الامكانيات استطاعتي باذن الله حنوفرها لكم، وبعض الامكانيات دولنا
قدر الامكان حسب الميزانيه قدر المستطاع. وانا لو اني وفرت حاجه تو ان بعض الاجهزه زي ما قارنها مثلا جهاز الجوازات المكافحه نقول لك نوقف المكافحه مرات عندي اولى بالاخص في منطقه الجنوب والشرقي لان نعرف ان المنطقه هذه زي هو زي الهجره نعرف المنطقه هذه من ناحية التهريب، من ناحية المخدرات، من ناحية الهجرة غير الشرعية، إنها بتتعثر فيها. وللأسف ثاني إنهم هم يتبعوا أجهزة، أجهزة ذات ذمة مالية مستقلة، معناها اللي بينتفع منكم أنت، اللي بينتفع لكم أنت، في النهاية يعتبر خاصة من الجهات الأمنية الثانية. أنت عندهم أجهزة، وعندهم مالية مستقلة، وينزلوا لهم في مستحقاتهم أمورهم. لكن الله غالب، إنسان مضطر في النهاية حتى التبعية في تبعية إدارية معنا بس لكن حنضطر ان نوقف معاكم قدر المستطاع نعرف ان شنو صاير غادي مش مصلي بعض الامكانيات انا مش موفريكم اما انا ها ما في شيء عارف ورغم ان فيه غادي ميزانيتهم فيه حكيت انا وياك قلت لك في كم ميزانيه العامه نتاعهم ان في الاجهزه كلها واخذ المستحقات الماليه سواء كانت الجوازات سواء كانت من الجوازات المدفعة جايبين حتى السيارات. ثمان سيارات الحق خلاهم في الإدارة. شو جاب من السيارات؟ العميد عبد الباسط تكلمت معنا شخصيا تكلم معنا شو بيوم؟ ورد سيارات سيارات وردها صغيرة ورد ب 6 مليون سيارة. ثمان سيارات عنده تو قاعد 6 مليون بديرها على 100,000 أقل حاجة ما ورد 60 سيارة المفروض. هذه خيوية خيوية ما أظن من السيارات اللي أقل أظن بتاع 70 و 75 ثمان سيارات كان عندك هذا والله ما عطوش الكل ما عطوش الكل ما عطوش الكل عطوا فرق هذه مشروع معين عطوه للمتبقي بالنسبة لل هذه المصلحة الجوازات مصلحة الجوازات بالنسبة للجوازات انا اتكلم مع شخصيا اتكلم مع شريون هي مصلحة نفس الرئيس لكن ناقص الرئيس بالنسبة للمدير الإدارة نفس الإدارة نفس الإدارة المالية معناها خلي من التقسيمات لكن ماليا ورئيسيا تبعوا واحد معناها لما تقولي مباحث جوازات هي نفسها نفس الجوازات الإدارية يعتبر نفس الشيء والله يا جماعة نفس الشيء الهجرة غير الشرعية هي انتم عندكم مضبوط في عنده ميزانية عنده امكانيات ترافق وكذا ولكن هو الفترة هذه هو كيف تم التواصل مع تم التنسيق مع فنديرافا وكذا شوف المنطقة الشرقية والجنوبية والغربية تم الفترة هذه قبل شهر دوبا كيف تم التنسيق ولكن أنا بإذن الله ولو أن ربي سخر لنا الحال ولو أن نصرف خلال الأيام القادمة الميزانية حيكون تركيزي بالدرجة الأولى على بعض السيارات الصحراوية للمناطق الجنوبية إن شاء الله مش عندي نقول منطقة الواحات وعندي سبها وعندي أوباري نفس الشيء وعندي مرسل وعندي القطرون تعرف أنت غير مرة في اجتماع المرة فاتت في القطرون تعرف موقوفنا يرفعوا فيه النيابة يطلع فيه 350 كيلو ورد فيه باهي صح والطريق مكسر يا طبيب الصحراء المساء اللي شفتها غادي حسب ما شفتها هنا قاعدين أنت أفضل منه منطقة أوباري مشيت لمنطقة المشروع يمكن مركز كامل كله فيه حجرة واحدة فيه مدير مركز فيه تحقيق وفيه الإدارة كلهم يخدموا إدارة واحدة والميزة أن جميع قضايا مستوفية في النيابة عنده 260 قضية مستوفية كاملة للنيابة فيها أعضاء الشرطة ولهذا هذه المسؤولية راهي مسؤوليتنا بغض النظر عن الإمكانيات راهي مسؤوليتنا مسؤولية وطنية فوق كل أي شيء أي اعتبار تمام باهي وبإذن الله بالنسبة لي أنا تعمدت أن الزيارات تكون من مناطق الجنوب لأن ضابط شرطة نعرف ومراقب مدى الإمكانيات رغم أن الجنوب أنا مش حرتب أي ديون على وزارة الداخلية القدر اللي بيعطوه باش ندير تكليفات ناخذ ناس ونخليها تجري غير التوزيع الطلبات باش حنقدر نوفي بجميع الطلبات لأن لو أني بنوفي بجميع طلبات المديريات نزلت السيارات الصحراوية أنا المرور مش حيقلبوا ولا تنبيهية النجدة مش حيقلبوها يخدم داخل مدن حيوفر بعض السيارات بعض السيارات بإذن الله حنتوفر حنكفل بها لتات حنكفل الكبير بإذن الله نوفر لكم مرات نعطيكمش كامل حتى هي لكن تمشوا أموركم لا تعرفوا إن شاء الله العزيز الأحمد
ما نقولولكش الفكرة طبعا نقول قبائل وواحد نفس الوسط الطماطم أرض زراعية، لكن في نفس الوقت هذا ما يمنعش إني نعرف من عندي نفسي اللي نعرف هو التعداد هو منين، نحن نزيد وراه في زيادة مخازن يبعد عن هذا فترة ويطلع. أنا من صاحب الحوش هذا راه تبع شخصية ما نجيش نطعن في الأفندي علي ولا كذا، بالعكس يسرق حاجة كذا يطلع منها حق طريق ويبقى هو ميتة في روحه. فندي لحظة خلي باش نفهم. كانوا ينزلوا فيهم حتى الدبشة نحن لا شايفهم بالعين، ينزل بالدبشة بالفراشة يمشي، لكن معنى هيك هذا أدى أن غطينا على ناس تم يسطروا عندنا هنا ليطلع. أنا أحكي لك الكلام هذا وراهم نقطة فندي راح. فندي تو أنت تناقش فيه موضوع المفروض توصل موضوع في عملك. يعني رفع. شوف. معناها هذا الإجراء كناس المساعد شو العام الكاتب الرجل كان في المديرية استطاعتك أنك تستدعي لجنة زمنية من الهجرة غير الشرعية وتلزمهم ببطاقات معينة، لأن معروف تقول لي مراحة دخولهم غير شرعي باهي تدير لهم بطاقات تدير لهم بطاقات صحية تاعهم تفرضها عليها، إن لما يجيك مواطن